تمكنت القوات الجنوبية من إحباط محاولة تسلل فاشلة من قبل ميليشيات الحوثي في جبهة يافع الحدودية. وأكد مصدر في عمليات محور يافع أن الميليشيات الحوثية حاولت التسلل من منطقة الحبج في محافظة البيضاء باتجاه منطقة قشعة عبيد الحدودية والتي تتمركز فيها وحدات من القوات الجنوبية. وأشار المصدر بأن القوات الجنوبية تمكنت من التصدي للعناصر المتسللة وتكبيدها خسائر فادحة. Gracias.